تتمتع الدول الأفريقية باحتياطي مؤكد من الغاز يبلغ حوالي 22 تريليون متر مكعب، وخلال العام الماضي بلغ إجمالي إنتاج الغاز في القارة الأفريقية حوالي 270 مليار متر مكعب. ولقد أصبحت أفريقيا قبلة لأوروبا لسد حاجاتها من الغاز الطبيعي في وقت تعاني القارة الأوروبية من أزمة الطاقة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية. في هذه الحلقة سنتعرف معا على أكبر مصدر الغاز في أفريقيا، لكن قبل مشاهدة هذا الفيديو أدعوكم إلى الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم جديد الفيديوهات. بعد أن قامت روسيا بقطع الغاز على أوروبا، أصبحت أفريقيا هي المنقذة الوحيدة للدول الأوروبية، وهنا الحديث عن الجزائر ونيجيريا بكون هذه الدول غنية بالغاز وتعتبر من بين أكبر منتجي هذه المادة في العالم، بحيث تمتلك نيجيريا أكبر احتياطي مؤكد من الغاز في أفريقيا. ولقد أنتجت نيجيريا خلال العام الماضي قرابة 52 مليار متر مكعب من الغاز، ولقد صدرت نيجيريا أكثر من 35 مليار متر مكعب من الغاز العام الماضي، لتكون بذلك ثاني أكبر مصدر للغاز في أفريقيا. ويتم حاليا بناء أكبر أنبوب للغاز في أفريقيا سيربط نيجيريا بأوروبا عبر دول غرب أفريقيا مرورا بالمغرب نحو إسبانيا وباقي الدول الأوروبية. أما فيما يخص الجزائر فهي تعتبر أكبر مصدر للغاز في أفريقيا والسادس على مستوى العالم، وتحتل الجزائر المرتبة العاشرة عالميا حسب الاحتياطي من الغاز. ولقد سجلت الجزائر أكبر إنتاج للغاز في أفريقيا خلال العام الماضي، حيث بلغ إنتاجها من الغاز 130 مليار متر مكعب، ولقد صدرت الجزائر نحو 39 مليار متر مكعب من الغاز. وتعتبر الجزائر مصدرا رئيسيا للعديد من دول أوروبا خاصة فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، ولقد أعلنت الجزائر عن 11 اكتشافا نفطيا جديدا خلال هذه السنة، ويعتبر هذا الرقم هو الأكبر في العالم. شكرا لكم على المشاهدة، نقترح عليكم مشاهدة هذا الفيديو.